الأحمر والأخضر والأصفر على مناطق الأكوبنشر اللي احنا شايفين ماشي. فمن هذا المنطلق صار نوع من العلاج. أنا حقيقة لما شفت الجهاز هذا هناك في ألمانيا فجلست مع الشركة اللي صنعت واقترحت عليها إن نحن طالما زي ما قلت لكم حكاية الهرم وما الهرم، فعملنا هرم صغير وعملناه من الكريستال، فصار العلاج إيش؟ كولر كريستال بيراميد. ولما عملوا البتاع ده عملوه وارسلوا لي أنا ست كامل وقالوا بس ما طالبنا به بحق الاختراع. ليش كريستال يا دكتور؟ لأنه في العلاج بالكريستال، في كريستال ثيرابي، في كريستال ثيرابي كمان عندكم؟ في كريستال ثيرابي وفي شو اسمه البيراميد ثيرابي وفي الكالر ثيرابي، بس عملنا كومباينيشن من العملية دي في فيداي حطيناها على هذا وأصبح إيه؟ هذا بيشخص ايش يا دكتور؟ مو شخص، هذا عالج. يعالج عالج. يعالج جميع الامراض اللي زي ما قلنا في الاكوبنشر والحاجات هذه. دكتور من جلسه واحده ولا اكثر من جلسات؟ 20 minutes 10 minutes 15 minutes according the points problem we will choose the condition. But usually color points insert of the needle will give the color point exactly acupuncture points. Mm. And same time there is another technique the whole body we can put by the color. By color. Yeah. يعني أكون شايف مثلا ده اللي هو إيه دي طبعا بتاعة يعني دي حقة ألمانيا والحاجات هذه، لكن هم كلهم تلاقوهم مدارس مستقلة، في بعضهم يختلف عن الثاني في نقطة نقطتين ثلاثة، لكن إن جنرال النقاط هذه اللي بقول لكم عليها هذه هي الفتحات الكهربائية زي الأفياش الكهربائية يعني اللي بنسويها نحن كمهندسين، لكن بيستفاد منها ان انا ادخل في هذه يا بكهرباء يا بمغناطيس يا بضوء حتى عادي. وانا اقول لكم انه يعني الضوء العادي في ناس كثير استغربوا انه ايش دخل الضوء عادي، حتى اللمبه اللي جنب السرير لو حطيتوها مثلا برتقالي ولا شيء للناس اللي عندهم سكر هتلاقي بعد فتره زمنيه تلاقي السكر نزل. يعني شوفوا ببساطه هذا. بعدين هي الحاجات اللي نستخدمها لا هي الترا ولا انفرا، عادية لمبات عادية. كان عندنا على سرير يعني في الضوء الحاجات هذه بس الظلم بارك الله فينا.